طبق الفول عند زياد في ابو كبير الطعم عنده خطير من الاخر. شكل الفول كده وهو بيهرس فيه بصراحة يبين ان الفولة مستوية كويسة، وكل كوم بقى والزبدة عنده لما بيقدحها كده وبيفضل يحطها وفي الاخر يطشها على الفول، شايفين المنظر والجمال. طبعا الطبق ده 12 جنيه بالسلطات بالعيش بكل حاجة عند زياد. زياد بقى عنده البطاطس المهروسة بالزبدة وبرده تمنها 12 جنيه وتتزحلق كده وتتحط على الطبق بالسلطات بالعيش. زياد كمان عنده البيض الأومليت بالزبدة، يعني كل حاجة عند زياد بالزبدة وبصراحة برضو ب 12 جنيه، يعني مهرجان ال 12 جنيه هتلاقوه عند زياد. وعنده بقى طبق الجبنة كده عليه الطماطم والطحينة من الآخر وتمنه 12 جنيه بالسلطات والعيش، يعني برضو مهرجان ال 12 جنيه مستمر عند أولاد أبو حسن. العنوان بتاعه موجود في شارع عبد العزيز بجوار البريد في مدينة أبو كبير محافظة الشرقية بلد الكرم كلها. أنا بصراحة لما شفت الأكل كده بصراحة قلت إيه الجمال ده وإيه الحلاوة دي، وبصراحة كده جات لي الرعشة البسيطة أنا ومحمد وزياد وصاحبه اللي على شمالنا.